السلام عليكم الأخوات، ومرحبا بكم مجددا في توقعات مباريات كرة القدم ليوم السبت. أتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. المهم كما العادة رانا جات لكم بهذا الفيديو الجديد ديال يوم السبت. راكم كتعرفوا نهاية الأسبوع كيكون مجموعة من المباريات وراكم في البال وما نسيتكمش، ورانا كنحط لكم التوقعات. قبل ما نبدا التوقعات ديال اليوم كنبغي نتكلم على واحد المباراة اللي كنت لعبت وحطيناها في التوقع السابق ديال يوم الجمعة، المباراة ديال الدوري البرتغالي قسم الوطني الثاني ديال فريق ناسيونال. فريق ناسيونال اللي كانت بدات البداية في الأول، كنت حطيتها أنا فوز فريق ناسيونال في البداية المقابلة، بدات بواحد الريتم اللي هو عالي ودار جوج محاولات، إلا أن الطرد اللي عطاو الورقة الحمراء غير في المجرى اللاعب ديال الفرقة وخسرت بثلاثة الأهداف للا شيء. المهم اما باقي المقابلات فما راهم كانوا صحاح، الا كنظن الا مقابله واحده ديال الدوري النمساوي القسم الوطني الثاني. المهم نبداو التوقعات ديالنا، ما نطولش عليكم. باول مباراه من الدوري الاسترالي بين فريق ماكارثور مع فريق ووندرز. الى مشينا ترتيب فريق ووندرز في وسط الترتيب تقريبا في المرتبه الرابعه 34 نقطه، فريق ماكارثور في المرتبه العاشره 25 نقطه. احنا هاد المباراة هادي لعبوها البليس، لعبوها الأهداف، لعبوها عدد أهداف المباراة أكثر من 3 أهداف. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري البرتغالي القسم الوطني الثاني بين فريق بنفيكا باء مع فريق بيلينينسيش. بنفيكا باء اللي كيحتل مرتبة 12 ب 31 نقطة، بيلينسيش في مرتبة 17 ب 23 نقطة. فهي مقاومة قوية لفريق بيلينسيش، خصو ضروري ينتصر ابتعد عن مناطق الخطر، ولكن فريق بنفيكا فهو فريق قوي. آخر مواجهة عرفت فوز بنفيكا داخل الميدان والهزيمة خارج الميدان. هنايا المباراة هذه كذلك هذه لعبوها أهداف، لعبوها بليس ديال طرابيس. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري الإنجليزي بين فريق مانشستر يونايتد مع فريق إيفرتون. مانشستر يونايتد اللي كيحتل المرتبة الرابعة 53 نقطة، إيفرتون في المرتبة 16 ب 27 نقطة. فريق مانشستر يونايتد غيبغي ينتصر ويحتفظ على المركز ديالو ويخولو يلعب في عصبة الأبطال الأوروبية الموسم المقبل، خصوصا هنا في الميدان ديالو. لذلك حنا غادي نعطيو الفوز ديال فريق مانشستر يونايتد، نعطيو 1-0. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري الإسباني بين فريق أوساسونا وفريق إلتشي. يمشي ترتيب فريق أوساسونا في 35 نقطة في المركز العاشر، إلتشي في المرتبة الأخيرة في 13 نقطة. تقريبا فرق هادشي ودا نقول بواحد النسبة كبيرة القسم الأول. فرق أوساسونا فهو فريق قوي يتأهل إلى نهائي كأس الملك هنا في الميدان ديالو. حنا غادي نعطيو الفوز ديال فريق أوساسونا، نعطيو 1-0. ننتقل للمقابلة الموالية من الدوري النمساوي القسم الوطني الثاني بفريق غرازير مع فريق فورفاست. هنايا المباراة ديال القسم الوطني الثاني هادي لعبوهم بليس ديال 2.5. كما كتلاحظوا بأن القسم الوطني الثاني ديال الدوري النمساوي اللي كنا لعبنا في المقابلة ديال يوم الجمعة فهما كانوا هما كانوا تقريبا كل شيء خرج بالبليس الا المباراه سبحان الله لسوء الحظ المقابله اللي كنا خسرين. نتمنى التوفيق للجميع. تقبل المقابله المواليه من الدوري الالماني بين فريق دورتموند وفريق يونيون بيرلي. فريق دورتموند الفوز ديالو داخل ليه حتى
المرتبة الأولى. لذلك حنا اللي نلعبو هاد المباراة فهي تايم مع فرق ليونيين برلين، فهي مقابلة ماشي سهلة. حنا نلعبوها الأهداف، نلعبوها بليس ديال جوج ونص. تقام المقابلة الموالية من الدوري الإنجليزي بين فرق ليسيستر مع فرق بورنموث. ليسيستر في المرتبة 19 25 نقطة، على بعد نقطتين من فرق بورنموث. عندنا هجوميا فرق ليستر عنده الهجوم ديالو أفضل من فرق بورنموث. كذلك حنا غادي نلعبو المباراة فوز فرق ليستر سيتي، ونعطيوه واحد فرصة. تقبل المقابلة الموالية من الدوري الاسكتلندي، أبردين مع فرق كيل مارنوك. أبردين اللي كيحتل المرتبة الرابعة ب 44 نقطة، كيل مارنوك المرتبة العاشرة ب 28 نقطة. المستوى ديال الفرق بين الفريقين فهو واضح، مستوى أفضل لفرق أبردين. هذه الصدف في الميدان ديالو، حنا نعطيو الفوز ديال فرق أبردين، نعطيوه واحد فرصين. ننتقل للمقابلة الموالية بين فريق أونجي وفريق ليل. ليل اللي كيحصل مرتبة 55 نقطة، أونجي في المرتبة الأخيرة بحداش نقطة. أونجي واحد النسبة ديال 90% ضد القسم الوطني الأول. هنا هاد المباراة هادي نلعبو فوز فريق ليل في الشوط الأول. غادي نلعبو 2M اللي كتعني فوز فريق ليل في الشوط الأول. ننتقل للمقابلة الموالية، زيوريخ مع فريق بازل. هاد المباراة هادي لعبو كلا فريقين يسجلان، لعبوها جول جول. ننتقل للمقابلة الموالية بين فريق شارلوروا مع فريق زوريت فاريغيم. شارلوروا الفوز ديالو كيحتمل تسلسل الفوز هدا يخليه يتقدم في الترتيب. فاريغيم في المرتبة 17 و20 نقطة، ضروري خصو ينتصر يبتعد على مناطق الخطر. لذلك حنا غادي نلعبو هاد المباراة بليس ديال طروابيت. آخر مواجهة في هاد الفيديو بين فريق ريال مدريد و فريق فيا ريال. ريال مدريد في المرتبة الثانية ب 56 نقطة، فيا ريال في المرتبة السادسة ب 44 نقطة. لذلك حنا هادي المقابلة غادي نلعبو فوز فريق ريال مدريد المنتشي بالفوز على فريق البارسا، نعطيوه الانتصار ديال فريق ريال مدريد. المهم الى هنا كنا وصلنا الى نهاية الفيديو، نهاية التوقعات ديالنا. نتمنى التوفيق للجميع، تهلاو في رؤوسكم الى فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.